قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي. حفتر يعلن إسقاط اتفاق السخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة 1 من صباح اليوم، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار اجتماعا موسعا لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من موارده بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي وتسريع عملية التنمية والاستثمار. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 1602 حالة. كما ذكر بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 20 حالة جديدة. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية، وذلك اعتبارا من صباح الجمعة الموافق 1 مايو. وتابعت الوزيرة أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدي فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو، حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020 والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة. أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق السخيرات. وقال حفتر في كلمة متلفزة أمس إن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه أصبح من الماضي، مضيفا: سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي.